بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء أعضاء المنتخب الوطني، يسعدني أن ألتقي بكم وأن أحييكم وأهنيكم مجددا بالترشح للأدوار النهائية لكأس العالم لكرة القدم بفرنسا، وأن أحيي كذلك أعضاء الإطار الفني والطبي والإداري وكل المسيرين الذين تولوا الإحاطة بكم، سواء في الجمعيات التي تنتمون إليها أو في مستوى الرابطة والجامعة. وإذ تختتمون برنامج التحضيرات وتتأهبون للسفر إلى فرنسا، فإني أنتهز الفرصة لأؤكد لكم أن مسؤوليتكم تجاه الوطن جسيمة، فبلادنا تنشد التفوق والامتياز، وهو ما يجب أن يدفعكم إلى البذل والعطاء والتضحية في سبيل أعلى رائاتها. وأن عودة تونس هذه المرة إلى المشاركة في الأدوار النهائية لكأس العالم بعد غياب دام 20 سنة كاملة، جسمت خلال مختلف مراحل التصفيات إصرار لاعبينا وعزمهم على الكسب والمغالبة، وأن عليكم أن تعملوا وتثابروا باستمرار حتى لا تغيب تونس مستقبلا عن مثل هذا الموعد الرياضي الدولي الكبير. علاش ما نمنعوش؟ علاش تصفح له بيه وهو بلاش دواء؟ إلا وما تبوسش وما تسلمش، عاود اغسل يديك وقعد في دارك هالمدة، امنع على بكري ومنع التوانسة الكل.